السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم بخير وموسم سعيد عليكم ان شاء الله. طبعا في اكتر من مربي كان بيكلمني على قائمة او لائحة لأسعار طيور الزبرة فينش في مصر، وبالفعل احنا كنا عاملين قائمة للأسعار واعلناها فعلا من فترة، ولكن بعد تغيير قوانين الفيسبوك لمنع او تداول طيور الزينة والحيوانات الأليفة بصفة عامة، طبعا كان سببه في قفل اكتر او غلق اكتر من جروب خاص بطيور الحيوانات، جروبات كبيره جدا ومشهوره كلها اتقفلت وطبعا دون رجعه، وده كان سبب ان احنا نبدا نحذف لائحه الاسعار من الجروبات الخاصه بينا. لذلك حتى في اي عروض بنعملها بنكتب كلمه متاح بدل كلمه بيع، او ان احنا نعرض سعر الطيور على الفيسبوك. طبعا دي كانت مشكله كبيره، ولغايه النهارده في جروبات كتير قوي بتتقفل بسبب الموضوع ده. في ناس لسه لغايه النهارده مش منتبهه للقصه. الفيسبوك فعلا قفل موضوع تداول الطيور الحيوانات ومنع التداول النهائي او البيع والشراء، مع ان هم كانوا مخصصين جزئيه البيع والشراء للمنتجات وكان من ضمنها طيور الزينه والحيوانات، لكن بعد كده هم لغوا كل الموضوع ده خاصه طيور الحيوانات بصفه تامه. لذلك طبعا احنا حذفنا قائمه او لائحه الاسعار من الجروبات الخاصه بينا بحيث احنا نحافظ عليها قدر الامكان، ولكن النهارده انا بعرضها قدام حضراتكم ان شاء الله تستفيدوا منها. طبعا الاسعار كحد ادنى، الاسعار الموجوده كحد ادنى بالنسبه للطيور، طبعا ممكن تزيد وممكن تقل، مش مقياس. طبعا السوق عرض وطلب والسوق دايما متغير، ممكن الاسعار تزيد شويه ممكن تقل شويه. طبعا مستوى الطير زي ما انا شارح فيه الصوره زي ما هتشوفوها، ان كل طير بيزيد سعره حسب حجمه حسب المواصفات الموجوده فيه، يعني مش كل طير هيكون سعره زي التاني، ده شيء طبيعي جدا خاصه في تركيبات الزبرة او في تطوير الحجم في طيور الزبرة فينش. هسيبكم تشوفوا قائمه الاسعار ان شاء الله تستفادوا منها، واي سؤال انا تحت امركم اكتبوا لي في التعليقات، ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير، ودعواتكم ليا بخير ان شاء الله، زي ما انا بتمنى لكم كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.